بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوع جديد بنناقش فيه الجزء الثاني من العنوان الرئيس جرام بوزيتيف باسيلاي. العنوان الاول كان جرام بوزيتيف باسيلاي ان ذا سبور فورمينج، اليوم الجزء الثاني نون ان ذا سبور فورمينج، ويمكن اشهر ميكروب في السلسله حنناقشه اللي هو الكورني بكتيريوم او كوراينو بكتيريوم على حسب الالفاظ المختلفه. هناك ثلاث اسماء مهمه جدا بالنسبه لنا احنا: كورني بكتيريوم ديفثيريا، كورني بكتيريوم أولسيرانس، وواضح من الاسم أولسيرانس إنه بتعمل ألسر، وكورني بكتيريوم أوفيس أو سودو تبركلوسيس، ومن الاسم سودو تبركلوسيس يعني بتعمل زي تبركلوسيس زائف، أوفيس في الأبقار غالبا يعني بصفش، وممكن تنتقل إلى الإنسان لكن نسبة حدوثها قليلة جدا. من الثلاثة اللي أسمائهم أمامكم على اللوحة الآن، الأهم على الإطلاق هي رقم واحد، وكانت في يوم من الأيام من أهم الباثوجينز المسببة للوفيات عند الأطفال، وسميت باللغة العربية الخناق. خناق لأنها كانت تخنق الطفل، فيموت الطفل ولونه أزرق، وكان يسموه برضو بلو بيبيز يعني للأطفال الزرق. وسبب الخنق هو تكون أو قدرة البكتيريا على تكوين ما يسمى بالسودو ممبرين كاذب مكون من البكتيريا نفسها من الخلايا الميتة في الثروت. هذا الممبرين قد يمتد ليغطي التراكيا. إذا غطى التراكيا عند الأطفال الرضع اللي ما بيعرف يتكلم ولا يعبروا عن أنفسهم، فغالبا حيموتوا قلنا من سفوكيشن أو من نقص في الأكسجين. لكن الحمد لله رب العالمين، بعد إدخال الفاكسينيشن يعني من سنوات عديدة لم نسمع بأي حالة من الدفثيريا في قطاع غزة. الكلينيكال مانيفيستيشن للدفثيريا هي عبارة عن local lesion in the nose and throat. كمان مرة it is local infection. بتذكرنا بالكلوستريديوم تيتاني لما قلنا انه الكلوستريديوم تيتاني برضو بتعمل local infection، لكن كلاهما التوكسين تبعهم بينتقل من مكان الانتاج الى اماكن متنوعة في جسم الانسان. وبالتالي اذا بتقراوا اخر جمله في اللوحه هتلاقوا انه death is usually resulting from heart failure. اذا التوكسين كان reach distant organs، كان affect many organs. والتوكسين احنا درسناه، اول توكسين درسناه في الاكزوتوكسينز كنموذج على البروتين، نعم، على الاي بي موديل، وانه بيعمل بروتين سينثيسيس انهيبيشن عن طريق اللي هو الانترفيرنس او الانكتيفيشن للالونجيشن فاكتور 2 الاي اف 2، عن طريق طبعا اضافه اي دي بي ريبوز اللي قلنا عنها اي دي بي ريبوزيليشن. ايقاف نشاط الالونجيشن فاكتور 2 بيوقف تصنيع البروتين. تصنيع البروتين اذا وقف في الخليه اتفقنا منذ زمن، تمام، انه الخليه هذه دومد ديث، محكوم عليها بالموت. اذا خلايا ميته، بقايا طعام، البكتيريا نفسها كان اجريجيت بتتجمع مع بعضها وبتكون لما يسمى بالسودو ممبرين اللي قلنا عنه كان اكستند تو كفر اب ذا تراكيا، وفي الغالب البيشنت ويل داي اوف سافوكيشن. سافوكيشن من الاختناق. هذه صوره بتوضح لنا الممبرين اللي متكون وممتد الى تو كفر ذا تونسلز، مغطي التونسلز. لاحظوا الفتحه المتبقيه والمريض فاتح فمه، يعني مسافة ضيقة خالص. لو امتدت هذه المسافة او الممبرين حجمه زاد حيغلق الاير واي، وبالتالي بيصير بالفعل في عنا اختناق. الساينز اند سيمتومز للديزيز بقولنا the respiratory form has an incubation period of 2 to 5 days، 2 ل 5 ايام. The onset of disease is usually gradual، يعني بتكونش sudden، بتكون بالتدريج الأعراض تبدأ. Symptoms include fatigue, fever, mild sore throat. Sore throat مصطلح ذكرناه لما تكلمنا عن الجروب A streptococci اللي هي الستريبتوكوكاس بايوجينز، لما قلنا tonsillitis وpharyngitis كلهم collectively قلنا بيطلق عليهم بالعامية sore throat، التهابات الحلق بنسميها التهابات الحلق. Difficulty in swallowing may be evidence برضو، يعني ممكن تظهر علامات صعوبة في اللي هو البلع. الشيلدرن غالبا بيظهروا علامات إضافية من ضمنها اللي هو نوزيا وفوميتنج وتشيلز وهاي فيفر. وأحد الإشكاليات إنه بعض أو نسبة من الأطفال لا يظهروا أي من هذه الأعراض، وبالتالي بيكون
الديزيز سايلنت، يعني بيتطور ات بروجريسز بدون ظهور اعراض كثيره. هاي طبعا بتؤدي الى انه يكون في عندي سادن اونست اوف ذا ديزيز، يعني هو بطبيعته انه جراديوال، لكن في هدول الاطفال غالبا بيعطينا ايه سادن اونست. في كمان نقطه كثير مهمه لازم نعرفها، في نسبه من البيشنتس بتمثل حوالي 10%، 10% من البيشنتس هدول بيصير عندهم انتفاخ في الرقبه، وكل كتير اللي بسموهم بولز نيك او رقبه الثور، لانه بصير في انتفاخ في الرقبه. الان هدول الناس اللي عندهم الانتفاخ في الرقبه هم الاكثر عرضه للوفيات، يعني اللي بيطور هذا السيمتوم هذا باد بروجنوزز، يعني نتنبأ بانه البروجريشن اوف ديزيز هيكون وورس، يعني هيكون أسوأ وممكن يؤدي الى الوفاه. من اللوحات السابقه عرفنا حاجه واحده مهمه جدا لكم للدياجنوستيك مايكروبيولوجي، من وين العينه بناخذها؟ من الودن ولا من الشعر ولا من وين؟ من الثروت، ومنازو فارنجل سواب، منازو فارنجل او ثروت سواب، هي العينه الاساسيه للبكتيريا. الان الكاركترستكس اللي لازم نعرفها عشان نقدر نتعرف على البكتيريا، البكتيريا احنا عنواننا جرام بوزيتيف باسيلاي، وعنواننا كمان نون سبور فورمينج، هذه نقطه كثير مهمه. بيليومورفيك متعدد الاشكال والاحجام، مش بوليمورفيك، بيليومورفيك اشكال واحجام، طويله قصيره منتفخه ال شيب في شيب، يعني في اكثر من شكل لها. نون موتايل، نون اسيد فاست and aerobic. الان نون اسيد فاست ايش يعني دلاله المعلومه؟ احنا بنعرف انه مين اسيد فاست بس في الدنيا؟ لا بس توبركلوسيس. الجينس، لا الجينس تبعها اللي هو المايكوبكتيريا، المايكوبكتيريا، وفي النوكارديا، مزبوط، في النوكارديا برضو اسيد فاست. الان النوكارديا تصنف على انها جرام بوزيتيف باسيلاي، وهذه البكتيريا جرام بوزيتيف باسيلاي، اذا التنتين بينتموا الى نفس الشكل، التنتين جرام بوزيتيف باسيلاي، وبالتالي بحاجه نحن الى اي معلومه تساعدنا في عمليه التصنيف، النوكارديا اسيد فاست لكن هذه نون اسيد فاست. طيب ايروبيك بتساعدنا في انه حنعرف انه كلها كاتاليز بوزيتيف، صح؟ كاتاليز بوزيتيف. كلب شيبد فورم سويل اند او سويلد اند، فاكرين الكلوستريديوم تيتاني كان في على التيرمينال تبع الباسيلاي كان في سبور، فسميناها درم ستيك، عصا الطبل، عصا وقدامها في كوره، تمام؟ هذه بتشبهها الى حد ما لانه الطرف تبعها برضه منتفخ، لكن الانتفاخ ليس ناتج عن مين؟ عن سبور. احنا اتفقنا انه نون سبور فورمر. طب الانتفاخ ناتج عن ايش؟ الانتفاخ ناتج عن انه البكتيريا هذه بتنتج ميتاكروماتيك جرانيولز، اللي هي الستورج جرانيولز، ستورج جرانيولز، وبتتخزن في اماكن متنوعه، لكن اكثر مكان تتخزن فيه مين؟ الطرف. كيف لو بدنا نميز التنتين عن بعض، الكلوستريديوم تيتاني والكوريني بكتيريوم ديفثيريا، والتنتين لهم اند مدببه على الحافه او احد الطرفين. لو عملنا لهم جرام ستين ايش حنشوف في الكلوستريديوم تيتاني؟ حنشوف هالو ستراكشر على الطرف، لانه السبور لم تصبغ، لم تصبغ. بينما الكوريني بكتيريوم ديفثيريا حنشوف حاجه مصمطه، مصمطة يعني مصبوغة كاملا لأنها مش سبور. هي تمييز بين التنين. أحد النقاط المهمة جدا كمان في هذه البكتيريا، وهي بنسميها هول مارك أو ديستينجوشن كاركترستيكس، اللي هو الأبيرنس تبع الأرنجمنت تبع الخلايا. فاكرين في الجرام بوستيف كوكساي كنا نقول ستريبتوكوكاي أو كلاستر أجريب لايك كلاسترز، هنا في شكل بسموه تشاينيز لتر كاركترز، تشاينيز لتر كاركترز زي الأحرف الصيني. الآن شباب في عندي، أنا في عندي حرف ال V وحرف ال L، قلنا هدول شكلين من الأشكال اللي بتميز فيهم البكتيريا. لو تخيلنا مجموعة حروف V ومجموعة حروف L ومسكناهم هيك بيدينا مسك ورميناهم على بعض، حيتشكل لدينا حرف ال L، نرسم رسمة، احنا دائما بنحب ال وينه؟ تمام. هاي L وهاي L بالمقلوب، وهاي V
تمام، وهي كمان في، في الاخر صار عندي ايش؟ حرف صيني. فغالبا بتعطينا الابيرنس هذا او الشعور بانك انت بتتفرج على حروف صينية ناتج عن مين؟ قلنا كمان مرة عن الارينج بتبعتها ال والفي شيب. اذا بدنا نربط معلومة التشينيس لتر كاركترز بالكوريني باكتيريوم دفتيري او بالكوريني باكتيريوم بشكل عام. كمان في نقطة كتير مهمة شباب، مقدرة البكتيريا على النمو في وسط بيحتوي على بوتاسيوم تليورايد. مش كتير من البكتيريا عندها المقدرة هذه، وبالتالي بنعتبر هذه البكتيريا او بنعتبر هذه الميزة برضو ميزة جيدة إلها. وبتعطينا اللون الاسود، بتعطينا اللون الاسود الناتج عن الاختزال للتليورايد. السبيسيمن كولكشن زي ما حكينا بنحتاج الى ثروت اور نازوفارينجال سواب. واذا وجد واحد من افراد العائله بوزيتيف للكورينري بكتيريوم ديفثيريا، كل الكونتاكتس تبعونه سواء كانوا في العائله او كانوا في الروضه او في الحضانه او في المدرسه، كل الكونتاكتس يجب ان يؤخذ منهم برضو ثروت النازوفارينجال سواب. لماذا؟ لانه ما دام احتك في بني ادمين يمكن يكون نقل لهم العدوى، وبالتالي احنا بدنا نحمي المريض ونحمي الكونتاكتس تبعهم. مش هشرح الميديا لكن بدي امر عليها مرور سريع. الميديا في عندي حاجه اسمها باي ميديا. باي ميديا محتوي على هوموجينايزد هول ايج، بيض كامل تمام، ومحتوي على جليسيرول وجلوكوز. التنسدالي ميديوم محتوي على الكلام اللي حكيناه او غنيه نوعا ما، لكن مضاف الها سبلمنت. السبلمنت هذه فيها صوديوم ثيوسلفيت اند بوتاسيوم تليورايد، اللي قلنا عنها مقدره البكتيريا على النمو في وين؟ في البوتاسيوم تليورايد. ليش شباب في الميديا بنضيف سبلمنت؟ ميديا وسبلمنت، ليش ما كلهم مع بعض خلطه واحده؟ لانه غالبا اللي حطيناه في السبلمنت لا بتحملش الاوتوكليفنج، وبالتالي لو انا حطيته مباشره مع الميديا سيتدمر ومش هيكون له اي قيمه، فبنعقمه عبر الفلتريشن او وسيله اخرى تمام. وبعدين لما نعقم الميديا اللي بسميها البيزا، اللي هذا الجزء الان ايش بصير؟ بيزا الميديا وهذا السبلمنت، الاثنين مع بعض بشكله الميديا، بشكله الميديا. هاي اللون الاسود اللي حكينا لكم عنه اللي بنشوفه للكورني بكتيريوم ديفثيريا عندما تزرع على وسط بيحتوي على بوتاسيوم تليورايد. هذا كتير كتير اللون، لانه هذه جرام بوستيف بس اللاي نون سبور فورمينج، مثيلاتها مش كثر، وبالتالي انا بلجأش للبيوكيميكال تيست بشكل كبير قد ما بلجأ للسيلكتيف ميديا وللكولوني مورفولوجي عشان اقدر اتحقق منها. بعمل بيوكيميكال تيست لكن مش زي ما بعمل للانتيروبكتيرياس على سبيل المثال. لوفلر ميديوم باي تنسدالي ولوفلر، طلعوا اللوفلر ايش ماله؟ بيف سيرم درايد ايج درايد، برضه في ايج صح؟ هذاك برضه في، كان في الاولاني ايج هارت ماسل سوليد سوليدز فروم انفيوجنز جلوكوز بيبتيك دايجستيف انيمال تيشيو صوديوم كلورايد، يعني وسط غني جدا لكن ليس مضاف له بوتاسيوم تليورايد. يبقى مش سيلكتيف، يبقى مش سيلكتيف ولا الباي سيلكتيف. اذا الباي واللوفلر لا يعتبروا ايه؟ سيلكتيف، فقط تلك التي تحتوي على البوتاسيوم تليورايد اللي قلنا من ضمنها التنسدال، وهي هاي هذه الثانيه الهويل ميديوم. لاحظوا السبلمنت ايش بحتوي على ايش؟ على بوتاسيوم تليورايد، اللي هي هذه بوتاسيوم تليورايد. بالتالي في عندي سبلمنت، اذا هويل وتنسدال بيحتوي على بوتاسيوم تليورايد، بينما باي ولوفلر بيحتويش على البوتاسيوم تليورايد. عموما الباي اند لوفلر ميديوم بروفايدز جود جروث، بمعنى احنا حنشوف الدياجرام اللي حنشوفه يا شباب، حنشوف انه بالفعل الباي واللوفلر بيمثلوا ان الانريتشمنت ميديا زي الدياجرام اللي كنا ناخده في السلمونيلا والشيجيلا او في الفايبريو، مش كان في على طرف انريتشمنت وعلى طرف سيلكتيف ميديا؟ حنشوف دياجرام شبيه بهذا الكلام. اذا اللوفلر او الباي مش التنين مع بعض، واحد من التنين نستخدم، واحد بيزيد عن الثاني، بيستخدموا تو بروفايد جود جروث للبكتيريا. واي ستين سمير بنعمله من هذه الميديا غالبا بيعطينا الشكل اللي احنا قلنا عنه قبل شويه، شكل مميز اللي هو تشاينيز ليتر كاركترز. في ثلاث اشكال من المستعمرات ممكن نشوفها على تليورايت اجار. واحد بنسميه جرافيس، الثاني ميتس، والثالث انترميديس. الجرافيس هو المستعمرات الاضخم، هي المستعمرات الاضخم.
الانترميدياس هي المستعمرات الأصغر، يبقى الأولى هي الأكبر والأخيرة هي الأصغر. الآن الميتس تتميز بأنه اللون تبعها أغمق من الجرافس وبين من اللي هو الانترميدياس. هل الثلاث أسماء هذه الغريبة هي أسماء لبكتيريا مختلفة ولا الاسم واحد؟ هي كورينيبكتيريوم، هي كورينيبكتيريوم ديفثيريا different strains. إذن هي سلالات بتعطي، سلالة بتعطي حجم كبير، حجم صغير، حجم متوسط اللي هي الميتس، لكن اللون تبعها بيكون أغمق. كيف لنا أن نميز بين جرافس وبين التنتين الباقيين؟ والجرافس على فكرة هي الأهم. جرافس سترين بيعمل هيدروليسز للستارش والجلايكوجين، while meatus and intermedius do not. يبقى في عندي فحص اللي هو الستارش هيدروليسز أو الجلايكوجين هيدروليسز بميز لي الجرافس عن التنتين الأخرين. هذا الدياجرام اللي هو هيكون محور المحاضرة تبعتنا اليوم إن شاء الله للإيزوليشن أند إيدنتيفيكيشن أوف اللي هي الكورينيبكتيريوم ديفثيريا. طلعوا لي على العينة، إيش كانت العينة؟ كوليكت مور ذان وان سواب. غالبا بنعمل جمع ثري سوابس. واحد في النص إيش بنعمل فيه يا شباب؟ نزرع على تشوكلت أجار أو بلد أجار لأي غرض. احنا بنعرف ان الموست كومون كوز اوف بكتيريال سور ثروت هو مين؟ المين؟ الستريبتوكوكس بايودينز اللي هي جروب اي، جروب اي ستريبتوكوكس. وبالتالي انا بدي استثني هذه الاحتماليه من اللي سواء فزرعتها على بلاد اجار او على تشوكلت اجار تو اكزامين فور بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. الآن على الطرف هذا زرعت على لوفلر أور باي، وإحنا قلنا على الطرف هذا هي بمثابة إنريتشمنت، وعلى الطرف الثاني زرعنا على تيليورايت أجار بمثابة إيه؟ سيلكت. وللتأكيد لما أخذنا من لما زرعنا على اللوفلر ما استنينا على اللوفلر وانتهى الموضوع، بعد ساعتين لثمان ساعات أخذنا وزرعنا على مين؟ على تيليورايت أجار، زي ما عملنا بالضبط في السلمونيلا. فاكرين ستول على سيلينايت اف، ومن السيلينايت اف زرعنا على اس اس اي او اكس ال دي، صح ولا لا؟ نفس القصه هان، لكن هنا في خطوه زياده. بعد ساعتين لثمان ساعات احنا زرعنا صحيح على تيليورايت اجار، بس عملنا كمان حاجه اسمها ميثلين بلو ستين. لاحظوا ما قلناش جرام ستين، قلنا ميثلين بلو. لماذا ميثلين بلو؟ ميثلين بلو اللي هو سمبل ستين از ذا بيست فور كورني بكتيريوم ديفثيريا، هذا رقم واحد. وليش هو بيست اصلا؟ بيست لانه بيعمل لي ديمونستريشن للميتاكروماتيك جرانيولز اللي قلنا عنها قبل شويه، بيقولنا انه هذه البكتيريا بتنتج ميتاكروماتيك جرانيولز، فالميثلين البلو بيعمل لي ستيننج لها بشكل جيد. طيب تيليورايت اجار سيلكتيف وتيليورايت اجار بعد سب كلتشر، اي مستعمره ريزمبلينج كوريني بكتيريوم ديفثيريا؟ ايش شكلها؟ ايش لونها؟ ايش قلنا قبل شويه احنا لونها؟ أسوأ. من وين بلو؟ اللون تبعها على الطبق كان لون مستعمراتها أسود، وبالتالي المستعمرات السوداء هي suspect colonies. الآن suspect colonies إيش بدنا نعمل فيها؟ بدنا نأخذها ونزرعها على مجموعة من الأوساط، بدنا نعرف كل وسط زرعناه ليش زرعنا عليه. مثلا زرعنا على اللوفلر أور بايسلاند، أكم مرة اللوفلر أور بايسلاند؟ مرتين، مرة فوق ومرة تحت. اللي فوق غير عن تحت الآن، او الغرض من اللي فوق غير عن اللي تحت. الغرض من اللي فوق كان انريتشمنت، اغناء تنميه البكتيريا باقصى ما يكون، بس كان في بكتيريا تانية معها. انا اخذت ثروت سواب، ما اخذتش بيور كلتشر، فبالتالي ممكن يكون في اذر اورجانيزم موجودين في لكن لما انا اخذت هنا اخذت مستعمره واحده وزرعتها على لوفلر، فهذه الحاله لازم تكون المستعمره الان بيور، يبقى يا اما كورني بكتيريوم ديفثيريا يا اما مش كورني بكتيريوم لكن نوع واحد. زرعته على اللوفلر لغرضين، عشان اعمل ستينينج كمان مره ومثلين بلو، وعشان اعمل بايوكيميكال تيست. انا قلت لكم البايوكيميكال تيست اهتمامنا فيها مش عالي، لكن عشان نميز الثلاثه عن بعضهم الاولسرانس والديفثيريا والاوفيس محتاجين بعض البايوكيميكال تيست. بنزرع السسبكت كولوني على اجار ميديوم فور ان فيترو توكسيجينيسيتي اسي. فاكرين الان فيترو لما جبنا فلتر بيبر رسمناها على الرسام في المحاضره،
قلنا جبنا فلتر بيبر وزرعنا البوزيتيف كنترول والنيجاتيف كنترول والتست بيربنديكولر على الـ على الـ على الـ على الفلتر بيبر المغمور بايش؟ بالانتي توكسين. وعملنا لهم انكيبيشن. اذا البكتيريا بتنتج توكسين هيصير له ديفيوجن، وطبعا في ديفيوجن لمين الان؟ للانتي توكسين. اذا التقى التوكسين مع الانتي توكسين هيكونه قلنا بريسيبيتيت او لاين او بريسيبيتيت ناتج عن الكومبلكس تبع الانتيجين انتي بودي اللي هو التوكسين انتي توكسين رياكشن. وبنزرع كمان على بروث ميديا فور ان فيفو توكسيجينيسيتي تيست. طبعا الان فيفو اللي هو الفيران، فاكرين برضو حسن وحسن الجرذ والجرذ اللي حقنا واحد منهم بالانتي توكسين وبعد نصف ساعة حقناهم بالاكستراكت تبع لما شرحنا الكلوستريديوم بيرفرينجنس التوكسينيك اسي، مظبوط؟ طيب لما نشوفوا الان الصور هتتذكروا. بس قبل ما نروح على الصور ونطلع على الاسي بدنا نتذكر التوكسين والاستراكشر تبعه. التوكسين عبارة عن هيت لابايل بوليبيبتايد، الجرعة المميتة منه هي 0.1 مايكروغرام لكل كيلوغرام. بعرفش مر عليكم مصطلح بير كيلوغرام هذا ولا لا في الجرعات، بس انا هوضح لكم اياه. زمان الصيدله كانت بتعطي جرعات على حسب السن، تقول الطفل اللي من عمره كذا لكذا اعطوه جرعه كذا كذا. لكن مع تطور الطب صار في فكره ثانيه، يقول لك الطفل، في اطفال بيكون وزنه 50 كيلو وهو عمره 7 سنين. طيب هل ممكن الجرعه اللي بنعطيها للطفل ابو 10 كيلو يكون نفس الجرعه اللي بنعطيها لواحد 50 كيلو؟ اكيد لا، مش هتوزع بالجسم بنفس التركيز، منطقي يعني. فصار في مدرسة أخرى تنادي بأنه لا، الجرعات يجب أن تكون بحسب الوزن وليس بحسب العمر، مع أنه في اختلاف الصحيح. وفي ناس بدأت تتفكر بطريقة جدية أنه ندمج التنتين مع بعض، العمر والوزن، لأنه الطفل برضو يعني في بعض السيستمز من جسمه بتكونش مكتملة، وبالتالي حتى لو كان وزنه كبير ممكن يتحمل الجرعة كبيرة بير كيلوغرام. لكن في النهاية قد يتم حساب الجرعات سواء كانت دوائية أو الجرعات السامة، تمام، للإنسان أو للحيوان على الوزن بير كيلوغرام بودي ويت، تمام. يعني بنقول الجرعة القاتلة 0.1 مايكروغرام لكل كيلوغرام بودي ويت. الآن التوكسين تبعنا احنا قلنا عنه متفقين انه فراجمنت اي وفراجمنت بي، فاكرين قلنا انه هو الاي بي موديل اول واحد درسناه. فلو جبنا الدايسلفايد بريدج وقصناها حتكون عندي قطعتين. بي هاز نو اندبندنت اكشن، مالهاش اي تاثير سام مستقل، هي بالفعل للبايندنج فقط. بينما اي هي التوكسيك، والميكانيزم اللي قدامكم بقولنا انه ات انهبيتس بوليبيبتايد تشينج تشين الونجيشن باي انكتيفيتنج الونجيشن فاكتور 2 او اي اف 2. هذا الفاكتور له وظيفه انه بيعمل عملية translocation للبوليبيبتيديل transferase RNA او transfer RNA from the receptor site to the donor site. وبالتالي هيك احنا وقفنا مين؟ وقفنا عملية اطالة السلسلة تاعت البوليبيبتايد، توقف البروتين synthesis. واتفقنا منذ زمن بعيد بروتين is doomed death، محكوم عليها بالاعدام، تمام؟ وبالتالي الخلايا في النهاية حتم. الآن هذا الشكل اللي قدامكم شفناه قبل هيك هو نفس الشكل اللي شرحناه أول مرة، وفي له كمان يعني لوحة أخرى بتوضح لنا نفس اللي هو الفكرة. نيجي للبيوكيميكال تيست. احنا قلنا اتفقنا انه في البكتيريا هذه البيوكيميكال تيست لا تشكل أهمية كبرى في عملية التعرف على الكوريني بكتيريا ككوريني بكتيريا كعنوان. الستيننج مهم، الميثرين بلو ستيننج مهم، التنسدال أجار مهم، لكن هناك بعض الصفات اللي بنستخدمها يا شباب لتمييز بين السبيسيز. طلعوا على الجدول هذا، ديفثيريا اولسيرانس اند اوفيس. في عندي ثلاث فحوصات انا حاطهم مهشرهم بلون رمادي. الوحيده اللي بوزيتيف للنيتريت للنيجاتيف للنيتريت هي الاولسيرانس. الوحيده البوزيتيف للجيلاتين هي برضه الاولسيرانس. الوحيده اللي نيجاتيف لليوريا هي الدفثيريا، صح؟ يبقى من الثلاث فحوصات هذولا
هل بنقدر نعمل دياجرام نميزهم؟ بكل سهولة بنقول إذا كانت البكتيريا كوروني بكتيريا فاعمل يوريز تيست، إذا نيجاتيف فهي ديفثيريا، إذا بوزيتيف اعمل فحص اللي هو مثلا الجيلاتين ليكوفاكشن تيست، إذا بوزيتيف فهي أولسر. انتهى الموضوع، يعني الفحوصات فيري سمبل تيست. لكن التوكسينيستي أسي اللي قلنا عنهم ان فيفو وان فيترو، هذا اللي قدامكم ايش هيكون؟ ان فيفو حقنا الكنترول باللي هو الانتي توكسين، والتيست ما حقناه باي شيء، وبعد هيك بعد نصف ساعه حقنا التنين بالفلتريت تبع البكتيريا اللي نميناها في بروث ميديا من الدياجرام اللي قبل بشويه، لما قلنا بنزرع السسبكت كولوني على سوليد للان فيترو وعلى ليكويد او بروث للان فيفو، حقناهم التنين بالليكويد بروث. بعد فتره زمنيه محدده بنقرا النتائج. النتائج عشان انا اقول انه هي كولوني بكتيريوم ديفثيريا لازم مين اللي يموت؟ التست. ولازم مين اللي يبقى حيا؟ الكنترول. تمام، اللي حقناه بالضبط بالانتوكسين. اذا التنين ماتوا فمعنى الحكي انه البكتيريا ليست كورني بكتيريوم ديفثيريا. اذا التنين عاشوا فهي نون توكسيجينيك. قلنا اذا التست عاش والكنترول مات قلنا الفحص لاغي، الفحص لا يعني لا يعتد به ولا يقرا، بسموه انفاليد. هاي الشكل اللي قلنا عنه اللي ممكن يعطينا انطباع انه بنتكلم عن حروف صينيه من التباديل او من الجروبينج للبكتيريا مع بعضها البعض. الان فيترو توكسينيستي تيست شرحناه هاي الفلتر بيبر. تمام، وهي البكتيريا زرعينها بهذا الشكل، هذا نيجاتيف كنترول، هذا بوزيتيف كنترول، هذا التست اللي قدامكم. طبعا الصوره فيها خطا شنيع اللي هو الخطا هذا، اللاين اوف بريسيبيتيشن لازم يظهر من وين؟ لازم يظهر من طرف الستريب وليس من منتصف الستريب، يعني هذا المفروض كله الزاويه تكون موجوده في المنطقه هاي. نفس الشيء هنا التمانية تكون موجوده بهذا الشكل. طبعا الخط هذا اللي قدامكم اللي ظهر ناتج عن مين؟ قلنا كمان مره ناتج عن ارتباط التوكسين والانتي توكسين. الفحص معروف مشهور باسم إليكس تيست. تمام، يعني يا ريتنا نبقى عارفين انه الان فيترو توكسيجينيسيتي اسي تعرف باسم إليكس تيست. فحص ثالث عمرناش درسناه ولا شرحناه ولا تكلمنا عنه البتة، بس الان بدنا نفهمه بشكل جيد، اسمه سكين تيست. يعني ما شرحنا ولا قبلك ولا سكين تيست، هذا اول سكين تيست نشرحه. والاصل انه معظم السكين تيست تستخدم للدياجنوسيس، يعني بدنا نعرف انه انت مريض او مش مريض، او مصاب او غير مصاب. لكن هذا الفحص لا يستخدم لهذا الغرض، وانما يستخدم لمعرفه ما اذا كنت تمتلك اجسام مضاده للبكتيريا اللي اسمها كولوني بكتيريوم ديفثيريا ام لا تمتلك. كيف نعمل الفحص؟ تركزوا معي، الله يرضى عليكم، دقيقتين حنفهم الموضوع. We have to use both hands, left or right. في الليفت بنحقن inactivated diphtheria toxin intradermally. ايش يعني intradermally؟ لا، في الجلد. intradermally معناها داخل الجلد، بينما subcutaneous هي اللي تحت الجلد. وبدنا نميز بين التنين، هناك فرق كبير بين التنين، بين في الجلد وتحت الجلد. اذا هي عبارة عن intradermal injection. الان intradermal injection قلنا بنحقنها في منطقة محددة، كويس، في الليفت ارم على سبيل المثال، والرايت ارم بنحقن توكسين ديليوتد مخفف. تمام، في الايد الثانيه، لكن مش انكتيفيتد. هذا اللي زرعناه هنا، اللي حقناه هنا انكتيفيتد. وبعد 24 ل 48 ساعه بنقرا النتيجه. ايش تفسيراتنا للنتيجه هتكون؟ الان في الايد هذه احنا ليش حقنا انكتيفيتد توكسين؟ عشان نشوف هل البيشنت يمكن يكون عنده حساسيه اصلا للبروتينز، والتوكسين عباره عن بروتين، التوكسين عباره عن بروتين. فحقناه فقط to eliminate the possibility of having hypersensitivity to proteins. تمام،
يبقى المفروض انه ما يصيرش ولا حاله. اذا ما عندوش حساسيه المفروض انه يكون هذا ايش الان طبيعي، ما صار اي رياكشن في المنطقه هذه. هنا اذا ما عندوش انتي بودي ايش اللي حيصير؟ التوكسين حيبدا يموت الخلايا، موت الخلايا حيعمل انفلاميشن، فحيصير عندي ريدنس احمرار. يمكن الصوره مبينه هنا في المنطقه هذه شايفينها، في احمرار في المنطقة محل، والثاني هنا ما فيش أي احمرار. هذا الكنترول هنا التست. الآن احمرار وانديوريشن بسموه تصلب، يعني بصير الجلد أو المنطقة اللي عملنا فيها انجكشن صلبة، يبقى في احمرار ريدنس أند انديوريشن. إذا في عندي احمرار وانديوريشن ما معنى النتيجة؟ بوزيتيف، نتيجة بوزيتيف. إذا ما فيش احمرار يبقى الفحص نيجاتيف. لكن ما معنى نيجاتيف ومعنى بوزيتيف؟ قول احكي. فيش عنده ايش؟ في عنده انتي بودي. النيجاتيف نيجاتيف ليش صار نيجاتيف يا شباب؟ لانه الانتي توكسين تفاعل مع التوكسين وعمل نيوتراليزيشن فما اثرش التوكسين، فعشان هيك صار عندي ايش؟ نيجاتيف. وصلت ولا ما وصلت؟ الانتي بودي عمل نيوتراليزيشن للتوكسين وبالتالي لم يستطع التوكسين ان يقوم باي عمل. لكن لو صار احمرار معنى الحكي التوكسين قتل الخلايا وصار في انفلاميشن. طيب اذا صار في انفلاميشن معنى الحكي انه ما في انتي بودي. طيب الان باختصار شديد جدا، واحد طلع عنده الفحص بوزيتيف يعني ما عندوش انتي بودي، وفي عندنا وباء نعطيه فاكسين وما عندوش فاكسين، بنعطيه فاكسين. لكن واحد طلع عنده الفحص نيجاتيف يعني عنده انتي بودي، هل نعطيه فاكسين؟ لا، بلزموش، صح؟ وبالتالي هذا الفحص is to evaluate the susceptibility، هل انت معرض للاصابه ولا غير معرض للاصابه. وصلت الصوره؟ مش دايجنوستيك. يعني بنقدر نقول كمان عباره اخرى انه هذا الفحص to check your، خلينا نقول immunity to diphtheria. بمشي الحال بمشي الحال انه انت محصن ولا غير محصن للديفثيريا. في عندنا حاجه اسمها تريتمنت وكنترول. الكنترول نبدا في الكنترول لانه هو الكنترول الاسهل. قلت لكم انه تريتمنت فيش عندنا حالات اصلا نعملها تريتمنت غالبا، لانه المرض تقريبا زيرو في فلسطين، لانه الكفرج للفاكسين 100% عشان 100% يعني كل الاطفال في على الاقل في قطاع غزه بيتعرضوا للدي بي تي اللي احنا عرفنا جزء منه تيتانوس في لما درسنا تيتانوس الدي بي تي، والان بنتكلم عن الشق الثاني اللي هو الدفثيريا. اذا صار عندي دفثيريا وصار عندي تيتانوس ضل عندنا مين؟ البرتوسيس، بنتكلم عنه لاحقا ان شاء الله. اذا الاميونايزيشن باي ذا انكتيفيتد اور اتينيوتد توكسين اوف توكسجينيك كورين بكتيريوم دفثيريا. اذا هذا هو الكنترول الاساسي للديزيز. بينما التريتمنت زي اي جرام بوزيتيف اكزوتوكسين بروديوسر درسناها كم واحده احنا، كلوستريديوم تيتاني وكلوستريديوم بيرفرينجنز بينتج توكسين خارجي، ودرسنا البوتولونيوم. لكن البوتولونيوم ما عالجناهاش بانتي بايوتيك لانه مشكلتنا معاها ما كانتش انفكشن، كانت مشكلتنا معاها بويزنينج، صح؟ مشكلتنا كانت معاها بويزنينج. بينما الكلوستريديوم تيتاني وكلوستريديوم بيرفرينجنز كانت مشكلتنا معاهم انفكشن وبينتجوا توكسين، فاضطرينا نعالجهم شغلتين بانتي بايوتيك للقضاء على البكتيريا وبانتي توكسين تو نيوترلايز انباوند توكسين. وهذه النقطه بنكررها في الكورين بكتيريوم ديفثيريا. اذا عندي الديفثيريا بنستخدم العلاج البنسلين او الاريثروميسين تو ايراديكيت ذا اورجانيزم اند وي يوز انتي توكسين تو نيوترلايز ذا افكت اوف ديفثيريا توكسين. في عندي ميكروب بلوثريكس روسيوباثيا، مر معنا في احد الميكروبات ديزيز اسمه ارسيبيلس. ارسيبيلس معناها ريد سكين. هذا الديزيز تبعه اسمه ارسيبيلويد. ارسيبيلويد دائما احنا اذا بتتذكروا بعض المصطلحات ميتالويد، ميتال الفلزات وميتالويد اشباه الفلزات، توكسين توكسويد، صح؟ فعندنا هنا الان ارسيبيلس وارسيبيلويد، يعني شبيه مين؟
الإيرسيبيلس برضو حيكون الديزيز ريد سكن، ويمكن هذه الصورة بتوضح لنا إنه الإصبع هذا very red هو والمنطقة الحمراء اللي موجودة. بقول عموما هو الديزيز بتكون من 3 clinical entities، واحد إيرسيبيلويد وهو عبارة عن localized يعني localized في منطقة محددة، cutaneous infection usually on the fingers and the hand، generalized cutaneous infection ممكن هذا شكل تاني إنه يعطينا بدل ما هو local يعطينا generalized. ثلاثة إذا المريض غالبا وضعه سيء للغاية من ناحية المناعة ممكن تصل لمرحلة اللي هو سيبتسي. البكتيريا اسمها كمان مرة إيرسيبيلوثريكس روسيو باثيا، it is gram positive bacilli non motile non spore forming facultative anaerob. تتذكروا الدفتيريا إيش كان وضعها؟ كانت أيروبيك. وإحنا يمكن لو رجعنا برجوع للجدول ما أكدناش إحنا يعني انغمسنا في إنه كيف نميز مع بعض، لكن غفلنا عن ذكر اللي هو كاتاليز. كلهم إذا بتلاحظوا بوستيف، لأنها قلنا أكدنا على الحقيقة لأنهم هي أيروبيك بكتيريا. نعم نرجع برجوع لل فاكولتيف أنا أيروب كمان مرة نان سبور فورمر نان موتايل وجرام بوستيف بس الله. Specimen and media. عرفنا diseases. Skin localized, skin generalized أو septicemia. يبقى يا إما skin biopsy يا إما عينات blood. تمام؟ الآن بقولنا إنه الكلتشر ميديا بتحتوي على 1% جلوكوز بروث أند بلود أجار. واحد من الاثنين بيمشي الحال. Gram staining of the organism from clinical specimen and the growth on blood agar. يعني احنا بقولنا انه لو احنا اخذنا من السكن مباشره وعملنا جرام ستين، او اخذنا من الطبق اللي زرعنا عليه البلود اجار وعملنا جرام ستين، هذا برضو بيساعدنا في التعرف على البكتيريا. كيف؟ انها جرام بوزيتيف بس اللاي وموجوده في السكن، هذا مؤشر قوي انه البكتيريا هي إيرسيبيلوثريكس روسيو باثيا. في مميزات رائعه لهذه البكتيريا. من المميزات الرائعه اللي هي تيست تيوب برش ابييرانس ان جيلاتين ستابس. مر معانا بكتيريا بوصف محدد في الجيلاتين ستاب. قول باسيلس انثراسيس سميناها انفيرتد باين، زي شجره الباين او السرو اللي هي المقلوبه. هنا اطلع على التيوب بتلاقي تاف تيست تيوب برش، عارفين اللي بنغسل فيها الانابيب كيف بتكون على اطراف، فبقولنا الشكل تبعها بيكون عامل زي تيست تيوب برش. هذا واحد. رقم اثنين it produces H2S، هذه كمان نقطه مهمه، بس مش في الجيلاتين، مش في الجيلاتين ستابس. هذا لما تعملها انت الفحص اما تريبل شوجر ايرون اجار او فحص يعني بيكشف عن H2S. في الاتش في التريبل شوجر ايرون اجار بتعمل اللي هو اسيديفيكيشن للسلانت اند بات، يعني بتعمل A على A بلس، A على A بلس. الآن to differentiate it from listeria monocytogenes perform the catalase test. الليستيريا بنعرفها احنا، بنعرفها ومرت معنا أكثر مرة حتى وين ما درسناهاش، لما ميزناها عن بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي ميزناها فحص الكتاليز، قلنا الستريبتوكوكاي كتاليز نيجاتيف. وايش الشبه، وجه الشبه بين الستريبتوكوكاي وبين الليستيريا؟ فيش وجه شبه، هذه كوكساي وهذه بس اللاي، فلماذا ميزناهم عن بعض؟ ايش وجه الشبه كان بينهم؟ على البلاد، لا على البلاد اجار they both produce small colonies surrounded by large zone of beta hemolysis. كان الهيموليسيس الكاركترستيك كولوني على البلاد اجار هو اللي خلانا نشك انه هذه الليستيريا او ستريبتوكوكاس بايرينز، وبالتالي ميزناهم بفحص اللي هو الكتاليز. ما اقصده من كلامي هذا انه الاصل انه احنا بنعرف انه البكتيريا اللي اسمها الليستيريا هي عباره عن كتاليز بوزيتيف، وبالتالي اذا بدي اقول انه البكتيريا هذه بنميزها عن الإيرسيبيلوثريكس روسيوباثيا، فالإيرسيبيلوثريكس هتكون ايش؟ كتاليز نيجاتيف. طب هي فاكولتيف انا ايروب. طب انتوا بتعرفوا انه الفاكولتيف انايروب ممكن تكون او معظمها بتكون كتاليز بوزيتيف. ليش هذه ايش ممكن كيف تتحمل ورود الاكسجين هذه؟ كيف تتحمل ورود؟ احنا بنعرف ان الكتاليز خلق في هذه المخلوقات او وضع في هذه المخلوقات لمكافحه سميه الاكسجين. طب هذه البكتيريا بتنمو في الهواء، فكيف لها؟ انتوا عاد
خلاص بتقفلوا الدماغ على جزئيه واحده انه كاتاليز وكاتاليز ثاني شو اسمه السوبر اوكسايد ديسموتيز. في سيستم ثاني يا شباب، في سيستم اخر لمكافحه الاكسجين اسمه بيروكسيديز. بيروكسيديز لا ينتج عنه موليكولر اكسجين، عشان هيك بتطلع هي في الفحص ايه نيجاتيف للكاتاليز، لانه بيطلعش عندنا بابلز، لانه اصلا البيروكسيديز بيطلعش موليكولر اكسجين. طيب التريتمنت، البنسلين از ذا دراج اوف تشويس. المره الجايه ان شاء الله يعني بنكمل الموضوع بالستيريا مونو سايتوجينز.